لكل المشاهدين يلي انضموا لشاشة الـ LB2 بس يكون بالخير، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بتحلى الحياة. يعني مع نهاية هالأسبوع مشاهدينا إن شاء الله تكونوا كلكم حققتوا كل اللي كنتوا بتتمنوا أنكم تحصلوا عليه. وببداية هالحلقة اسمحوا لي رحب بزميلتي عفاف يلي رح نترافق أنا وياها بتقديم الحلقة اليوم. هاي عفاف. هاي لين، وأنا كمان بضم صوتي لإلك لين، وأنا بدوري بدي أحييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وضيفتنا لليوم بنت بيا واكثر من هيك فرخ البط عويم. بنستقبل سوا الممثله والكاتبه لمى مرعشلي وبنتها الحلوه والمهضومه سيما برشمان. سيما بدرشاني مع الماما لمى مرعشلي، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا. اهلا وسهلا فيكم. هاي سيما. هاي، كيفك انت؟ الحمد لله حبيبي. لما سيما بنتك الكبيره، وبنعرف انه عندك بنت كمان سميتي اسمالين. اسمالين ومجنن البيت كله كرمال هيك ما جبتيها. كرمال ضل الديكور محله. اهلا وسهلا فيكم، الله يخلي لك اياهم يا رب. لما انت بكل فخر بتقولي اليوم انا بنت ابراهيم مرعشلي، ما في شك انك انت وهبتي اخذتي منه الموهبه العظيمه، وما في شك الموضوع انه هذا الشيء ساعدك كثير، ولكن حملك مسؤوليه كثير كبيره كمان. مزبوط. يعني بالنهاية اسم إبراهيم مرعشلي اسم صعب وكبير، شخص اشتغل على حاله 40 سنة وخلى كل العالم إنه تحبه، فمجرد أنه أنا حاملة اسمه هيدا العالم يعني تنبسط لما بتعرف. مبسوطة سيما. مبسوطة شايفة حالة على التيفي. بالعكس كيف عرفتي؟ بس نفس الوقت مسؤولية كبيرة، يعني أي خطوة بدي أعملها بدي أحسب علي وعلى بي، فعلشان هيك عم جرب كثير منيح انه تدرسي كل خطواتك. لما كمان يلي لاحظناه انك ما اتكلتي كثير على اسم بيك، وحتى على شكلك ما اعتمدتي. ليه اخترتي انه ما تعتمدي على حدا ولا على شيء، اخترتي تعتمدي على حالك وبس؟ لانه كان عندي ثقه انه عندي موهبه الحمد لله، وبعدين انا حصنتها بالدراسه وبالثقافه وبالعلم، فقادره انه انا اثبت حالي بزمن صار اكثر شيء بهمهم بالضمان هو البنت وشكلها. صح. حبيت ورجي انه البنت قد ما كان بتقدر انها تعطي وتشتغل، تطلع كل الاحاسيس اللي عندها، تلعب كل الادوار بطريقه تبينها حلوه من برا ومن جوا، حتى لو غيرت بشكلها وبشعت حالها على التي في. صحيح، شكل الخارجي بالنهايه شكل بيروح مع الوقت. انه حلو اكيد، حلو البنت تعمل حالها يعني تحافظ على حالها، بس كمان في شيء لازم يكون من جوا، كمان لازم عيونها تحكي مش بس شكلها. هيدا يلي اثبتيه بكل الادوار يلي قدمتيه على كل حال لما، وتركتي توقيع كثير مهم بعمالك. لما يعني انت ما عندك مشكله تغيري بشكلك لدور معين؟ ابدا 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 ابدا، طول ما هو الشيء بيخدم الدور، طول ما هو الدور ضمن قناعاتي ابدا ما عندي باي مشكله. باي دور كان؟ عم بقول لك طول ما هو بقناعاتي موجود، وطول ما انا حاسه انه هيدا الدور عم بضيف لإلي مش عم بيسيء لإلي ولا لاسم بي ولا لعائلتي، فانا معه اكيد 100%. هلا حان الوقت نقاطعها شوي لسيما لنحكي معها. هاي سيما. هاي. شو يا سيما؟ انت بتعرفي اول شيء انت قد ايه مبسوطة؟ قد ايه انت مبسوطة انك على التي في هلا؟ ار يو هابي؟ يا يا ايه؟ وكيف لقيتي سيما على الاكران؟ قد ايه حلوة؟ خلص هلا سيما مش ساعتها الدنيا. سيما أول مرة بتطلع على التي في. لمين عم بتقولي هاي سيما؟ لمين عم بتقولي هاي؟ هلا مين عم بشوفك بالبيت؟ هنقول هاي للين. هاي. لين. لين وبابا وتيتا وجده وتيتا وخالته وكلهم. لما خبرينا عن سيما، شاطرة كثير بالمدرسة، كنت عم تحكينا تحت الهواء. سيما كثير شاطرة بالمدرسة. ومحضرتنا غنية كمان، بتغني سيما. بدك تغني لهم؟ يلا هدي لشوف شو بدك تغني لهم؟ عطونا طفل. عطونا طفولة. طفولة. ايه ما بغني اغاني هينة نحن. سينايكم. لا طلعي فيهم هون. يلا. سينايكم بالعيد اللي اسألكم ليش ما في عنا يا دون زيني يا عالم أرضي محدوقة أرض الحريري مسروقة أرض صغيري مكلة صغيري عطونا السلام وعطونا الطفولي عطونا طفولي عطونا طفولي. مركزي سيما على تعبير وجه على الكاميرا. عطونا 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 السلام. برافو.
احمي لك اياهم. الله يخلي لك اياها. ما قلت. اي اوكي حاضر. فتح حضني هات لعب جيبي لي كادو. لا هلا بس نخلص. لا ما هلا هلا قعدي ونخلص. ما في جيبي لي كادو هلا. هيدا الحلو بالولاد هيدا العفوية. الطفولة لما عم تكون الطفولة. نيالهم. هالبراءة هيدي اللي نحن فقدناها. الله يعطيهم ايام حلوة هيدي اهم شيء. ان شاء الله. قد ايه سيما بتلاقيها موهوبة؟ عايشة ببيئة يمكن ما عرفت جدة. ما عرفت جدة أكيد لا. ما عرفت جدة يعني بس قد ايه بتعرفوا لجدة قد ايه البيئة يلي هي عايشة فيها بتخليها تضلي بأجواء فنية. شو بتحضر من أعمال جدة؟ بتحضر على التي في سي ما ستوب بايتينج خلص بليز. بتحضر تعرفي لجدة بوبسي ما بتشوفيها على التي في؟ لا زعلت هلا شايفة حالها على التي في بس حبيبي سيما سيما, سيما لا خلص ما تبقى لا سيما شاطرة ما هيك انت سيما سيما تعدي حدي هون روحي عادي حدي تعا زعلت زعلت ايه لا مثل عادي اخذ خطيرة هلا بدنا نجيب لها اكبر كادو لسيما شاطرة كتير سيما بتحبي تحضري المامي على التي في وين بتشوفينا وين بتشوفيها التي في وين بشو ام بي سي ايه مظبوط كنا انا ما نشوفك ايه مظبوط شاطره انت ايه بحضرها يعني هلا اخر مره حضرت سكرتيره بابا لانه في ولاد حتى انا كنت عم بسكر كنت صغيره فانه بقول لها انه هي انا وهيدا جد باب وهيك هي واختها وحتى اولاد اختي كمان جود ولا كمان بيقعدوا بيحضروا وهيك هلا عم يجربوا يعملوا اللينك انه هيدا جد اللي بنشوفه بالصوره كمان بنشوفه على التي في يعني. بيسالوا اسئله حول جدهم لا انا بيعرفوا سيما وينه جد باب بالسكاي بالسكاي شي نوز انه هو بالسكاي حنشوف هلا جدو بوب ببرنامج اهلا بهالطله اوكي نشوفه سوا يلا اهلا وسهلا فيكم جميعا اهلا وسهلا بالوجوه الحلوه المستمره معنا دائما وان شاء الله دائما نعطيكم الاحمى الاجمل والافضل وتكونوا دائما معنا انتم دائما موجودين بقلوبنا وموجودين حضورا معنا وموجودين معنا من خلال شاشه ال بي سي مرات وانتم ماشيين بالطريق بتصادفوا اشياء غريبه مرات بتلاقوا وجوهنا كلنا في وجه عابس بس مع هيدا كله مبسوط في وجه بتلاقيه سلبي ما في شيء على وجهه مع هيدا كله مبسوط في وجهي بيضحك انا بحب الوجه اللي بيضحك انا بحب الوجه اللي بيضحك حتى ولو كان موظف وعم بيقبض معاشه اخر الشهر لازم يضحك فعلا المعاش بيضحك لكن حلو كمان هو يضحك وبحب حتى كمان الحكومه لما بتضحك في احلى من الحكومه لما بتضحك طبعاً تضحك على الشعب عمين بدها تضحك لكن طالما في شعب طيب ما بيخلي حدا يضحك عليه على كل مقدم البرامج دائماً بيبقى عليهم مسؤولية بشكل هائل ودائماً بينعطوهم بيكذبوا يعني مثلاً أنا هلأ لحتى صليكم لازم أكذب فبكون أنا كذاب شي إذا قلت لكم إذا قلت لكم إنه أحد مدراء الكهرباء مبارح كان عيد ميلاده الأربعين بدل ما يطفي 40 شمعة طفى 40 منطقة كون عم بكذب على ذكر العيد زوجتي ما بتحلم إلا قبل العيد بيومين عن جد كل عيد قبل العيد بيومين بتحلم بتقول لي امبارح حلمت في هيك اسوارة مذهبة ما بعرف شو بقول لها إن شاء الله تفسيره خير إن شاء الله تفسيره خير ضلت حتى امبارح من يومين قالت لي حلمت بإسوارة هيك عليها مطرز بذهب ما بعرف شو شو رأيكم؟ لحتى أخلص من النق شو بعمل؟ بجيب لها إياها؟ لا حجيب لها كتاب تفسير الأحلام أنا شخصياً بتمنى الربح لاثنين وإن شاء الله بنلتقي بخلال البرنامج وبتشوفوا إنك أنت حتكون على حق وإلى اللقاء مع أهلا ما تطلي فعلا اهلا بهالطلي شو حلو لا ما شو حلو عن جد شو حلو شو بتعلقي على يلي شفناه ويلي سمعناه خاصة الحكي يلي قاله والمواضيع كلها يلي تناولها بنطبع على حالنا هلا على ايامنا هلا ما كانه عم يحكي من وقت او من سنوات بابراهيم مرعشلي واللي كان موجود بكل اعماله وحتى مثل ما لاحظت بكل حكيه انه حكيه بيطبق على كل المراحل كان عنده ذكاء ببعد نظر كان يعرف انه هيدي المواضيع اللي ما بتموت هيدي المواضيع اللي بتفوت على كل بيت واللي بيفهمها كل شخص لانه اوقات لازم الواحد يعرف شو يحكي لانه ما فيك تحكي شيء ما بتحسيه بيوصل للناس بسرعه وهذا الشيء اللي كان عنده اياه حلو ابراهيم مرعشلي
يلي بده يدوم ورح يبقى للتاريخ مثل ما ذكرت لمع بقلوبنا وبفكرنا دائما. هون بدنا نذكر انه بيصادف عيد ميلاده للملك الكوميديا الراحل ابراهيم مرعشلي بكره 4 شباط، بعكس ما تناولوه المواقع التواصل. في ناس مخربتين فيه على الانترنت، بس هو ب4 شباط تاريخ هو ميلاده. ب4 شباط. اذا هلا عم يسمعك لمع، شو بتخبريه؟ شو بتقولي له؟ بتمنى انه يكون فخور. شو بتشكيله؟ بشكيله البلد كلها على بعضها، مع انه هو بيعرف يعني وجع البلد من زمان. يعني لبنان كله كان عم بيجرب قد ما بيقدر انه يشتغل عليه، بس بتعرفي على طول عم نجرب انه يكون الفن الهادف والنظيف هو اللي بيقدر يوصل هيدي الصوره الحلوه. فبتمنى انه يكون عم بيشوفني فخور فيني. بقول له اكيد اشتقت له، اكيد يعني بكل مراحل حياتي تتذكريه بكل. اكيد اكيد. وبتمنى لو كان موجود معي يمكن انه مش بس بيومياتي، بكل ثانيه بحياتي، بس بعتقد هلا هو بمحل افضل يعني ان شاء الله عن جد، لانه الشيء اللي عم نعيشه هون يعني عم بيسوق من اكثر واكثر. الله يرحمه ويكرمه نفسه بالسماء. لما ابراهيم مرعشلي ترك كثير من النصوص التلفزيونيه والاذاعيه ايضا، اليوم قد ايه عم بتعاني لحتى تبصر نور هال كل صراحه بعدني ما بلشت. موجود النصوص، بس انا ناطره ليصير عندي خبره اكثر واكثر لحتى احصل على شرف انه امسك ورق ابراهيم مرعشلي، مش لاني بنته بحق لي انه انا ساعتلي بدي اخذ له اعمال واتصرف فيها. هيدا يعني ناطره الوقت المناسب. ايه يعني هيدي ثروه انا بحسها بين ايدينا موجوده، ولازم عن جد ننتبه كثير على هيدي الخطوه، مثل كانه لو ابراهيم مرعشلي هو يلي تصرف فيها. خلينا نشوف بلاير لفيلم لابراهيم مرعشلي. مبروك يا عادل، طبعا عرفت. طول عمري اقول لك اني من عيله عريقه، اصل وفصل وفلوس مليون ليره. انا صاحب مليون ليره، كل المصانع هتقفل، هقفلها، ما يفضلش غيري انا. أنا وحدي وبس. أهلاً. إيه والله قتلتوني، أنت مين وليه؟ أنا عادل ابن عمك، صاحب مصنع نسيج. أشانتي. أهلاً. تعرف لما استلم ميراثي منك يا ابن عمي هعمل إيه؟ هقضي على أي منافس ليا في السوق. هحتكر السوق لمصلحة مصنعي أنا وبس. هتبقى الأسعار في إيدي زي الشطرنج. أرفعها وأنزلها. يا لطيف. أنا حر. انت فرحان بالفلوس لحتى تقف احوال الناس؟ علشان ابقى انا الملك، ملك السوق. لا والله سهم. فعلا هو ملك الكوميديا وملك قلوبنا على قلوبنا. لما بتكوني جاهزه، لما بتصيري حاضره انك تقدمي اعماله لابراهيم مرعشلي، لا احياء هالاعمال لمين بتتوجهي؟ بتعرفي بعدني مش عارفه، لانه للأسف في موجة كتير كبيرة عم نشوفها هلأ من الأعمال. السبب الأساسي لفشلها هو الإنتاج، فبعدني عم بحسب كل خطوة قبل ما أعملها، بس الأكيد أنه مش رح أقبل أنه ينعمل بمستوى أقل من ما كان إبراهيم مرعشلي بيطمح له. أكيد ما في شك. اليوم عم تلمس شي وفا لإبراهيم مرعشلي بالوسط الفني؟ ليكي أكتر وفا بلمسه هو من الناس اللي بتحبه، من نظرة الناس، ابتسامتهم، ضحكتهم أول ما بيعرفوا أنه أنا بنته لإبراهيم مرعشلي، أو أول ما بيشوفوه على التيفي أو بيشوفوا له صورة لإله، وهيدا بعتقد الشيء بيكفينا. هلأ من الوسط الفني بيضل في أصدقاء عن جد كانوا أوفياء وبيضلهم أوفياء، وفي ناس بتطلع بتقولي بس بدي أعرف كيف عندهم هيدي القدرة أنه يتصرفوا كأنهم ما مرق بحياتهم، مع أنه كان له كتير فضل كبير عليهم. بس هون بعتقد تعرف الناس عن جد عن حقيقتها، على حقيقتها، وبتشوفي اصلها كيف ومعدنها. مشان هيك بيقولوا الاصدقاء قليل، يعني هيدا الشيء بيطبق المقوله يلي بتقول هالشيء. لما بتوزعي وقتك بين الكتابه والتمثيل، رح نحكي بدايه كتابه هناك مسلسل بالاشتراك مع باسكال جديد، انتاج مي ابي رعد، مشتركه بالكتابه ولكن مش رح تمثلي فيه. العمل الثاني هو سيت كوم كوميدي، بعده طور الكتابة. بطور الكتابة ورح تمثلي فيه. صح. خبرينا عنه اثنيناتهم. اوكي، اول مسلسل مثل ما قلتي عم نكتبه انا وباسكال شتيد، بالاضافة لجروب اوف رايترز كمان، في معنا كمان تلاميذ من الجامعات بيتمتعوا بموهبة كثير حلوة، عم يشتغلوا تحت اشرافنا انا وباسكال، ونحن عم نشتغل تحت اشراف مي ابي رعد. عم نجرب نعمل شيء خطوة جديدة
بالضمان انه يكون في عنا مجموعه كتاب يشتغلوا مع بعضهم من اعمار مختلفه من خبرات مختلفه لحتى نطلع عمل عن جد كامل ومتكامل. رح يكون هالمسلسل ان شاء الله على الال بي سي، رح يبصر النور قريبا لانه بدنا نبلش تصوير، وفي معنا اسامي كثير حلوه نحن كثير مبسوطين فيهم، بس فضل انه هن بس تستضيفون ان شاء الله وبيحكوا عن ادوارهم. وعم نجرب كمان انه كل واحد منا شو كان عنده مشكله اشتغل فيها قبل انه يحسنها بهيدا العمل يتجنبها، وان شاء الله بنقدر يعني ساعدوا بعض. العمل الثاني سيت كوم كوميدي انا كتبته اسمه جيراني فوق راسي من 60 حلقه، وعم جرب اطرح فيه موضوع مشكله البيوت. كتبتك لحالك الجيره مشكله الجيران مشكله يعني في عده مشاكل بقلبه، بس يعني كل يوم بيطرح موضوع معين ولكن تحت اطار موضوع عام يلي هو مشكله البيوت. يعني كل حلقه رح تكون موضوع مثل السيت كومز، يعني انه عندك موضوع كبير وكل حلقه بتختلف عن الثانيه شوي. وان شاء الله يعني رح تكون الكوميديا اللي فيه كوميديا النظيفه والمحترمه والحلوه اللي عودنا عليها ابراهيم مرعش. اكيد ما في شك. لما وين بتكون عمليه الكتابه اسهل؟ لما تعرفي لمين انت عم تكتبي؟ ليكي كل كاتب بيختلف طريقته عن الثاني، انا شخصيا بحب اكتب لشخص. ترتاحي يعني لما تعرفي لمين عم تكتبي؟ بحب شوف الشخصيه انا وعم بكتبها، انا برسمها وبلبسها وبغيرها. الكاتب هو على طول هو اول مخرج واول منتج واول ممثل للعمل قبل ما اي حدا يشوفه، بيكون كله موجود براسه. حتى لو هذا الممثل اللي انا عم بكتب له ما اشتغل بالعمل، بس انا برتاح انه انه هذا شخص موجود وبجرب انه يكون حدا لو مش هو حدا كثير قريب منه. اول عمل مثلتي كان عمرك 9 سنين بمسلسل برج الحب، وكان كانه تيست لك من والدك لحتى اشوف قدراتك ومؤهلاتك. ما كنت نقع عليه بدي مسي اعطاني هذا الدور الصغير وقتها. الحين على كل حال رح نشوف صوره لك انت وياه لما كنت كثير صغيره، يمكن انت وكان عمرك 9 صغيره، هيدا عمر السنتين هون، هيدا عيد ميلاد السنتين. بدنا نحكي عن مسلسل كمان الثاني، المسلسل الاخير يلي مثلتي مع والدك الله يرحمه، كان سكرتير مع سبي سكرتير بابا. شو كانت ملاحظاته لك؟ كان على طول يقول لي بتفوتي على التصوير بدك تكوني محترمة الكبير والصغير، بدك تكوني بتحترمي من المخرج للشخص يلي يعني بس هيك شغلته يحرك شغله ويروح من محله. كلهم هولي مسؤولين عن نجاح العمل، وكلهم هولي لهم الفضل انه هيدا العمل شاف الضوء، فعلشان هيك بدك تكوني كثير محترمة هدول الاشخاص، بدك تيجي على وقتك، والنهار اللي بتتاخر الدقيقة بدك تعتبري حالك انه انت مش لازم تكوني بهذا الدومين. وبدك تحترم الكلمه اللي عم تقوليها وكلمه الكاتب، ما فيكي منك لحالك تغيري ساعه اللي بدك تغيري وحسيتي بدك تحطي شيء منك بدك تستشير الكاتب قبل التصوير. فهيدول النصايح عن جد كثير فادوني، كثير اخذتهم بعين الاعتبار، لانه فعلا بيخلوا الشخص هو يكون محترم ونفس الوقت يحترموا الاشخاص اللي معه على التصوير. صحيح، لما بيحترم غيره العالم بدها تحترمه اجباري. رح نشوف سوا بلاير لكابتن بوب ومنتابع. Ladies and gentlemen, madame et monsieur, سيدات وسادتي، الكابتن بوب بحييكم وبتمنى لكم رحلة موفقة مع البسمة والمرح والسعادة و بون فواياج. من فضلك يا حضرة المدموزيل. نعم يا انت. في اسأل سؤال. ايه تسأل قد ما بدك. دخلك الطيارة، أي ساعة رح تطير؟ بس بدك بتطير. إنه بقصد ما في إلها موعد محدد تطير. نو بس إذا بدك تحدد موعد أنت فيك تحدد. كثير عال، في حدد موعد. مع الطيارة؟ لا، مع حضرتك. شاي، بس بدون خطبة طويلة على رقبتك. مين؟ يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً، حميتي سابقاً؟ يا أهلاً، لك يا أهلاً. الله يوفقك. الله يوفقني. أنا بضطر سافر، نزلني عمول معروف. والله على راسي، قومي أنزلك. على المطار؟ لا، حنزلك بالباراشوت. وبلكي ما فتح. إن شاء الله 60 عمره ما يفتح. ساعتها بتنزلي على الأدومية وتريحي المدير وبتريحينا كلنا. بس واحد تتركوني ها؟ لا لا. بصير بخبر كان. ولك المهم هلا انك تقول له للمدير انا ما بحب بنتك لان بحب غيره. انا اقول له هيك؟ يمي يا رب تخيلك، يا رب تخيلك ساعدني. تحيل البيت. يلا. اوكي. اوعى تتركوني ها؟ ابدا. وانا اماني بين ايديكم. قولي يا رب. يا رب. ياخدك.
يعني كابتن بوب بعتقد من اجمل الاعمال. تحيه للاميره الصغيره الصديقه الوفيه جدا لذكرى ابراهيم مرعشلي ولعائله ابراهيم مرعشلي. عن جد وقد ايه كانت حلوه بهالمسلسل وبعدها حلوه اكيد. وكابتن بوب يعني هذا العمل اللي مش ممكن ننساه، وسبق وانعرض كمان من فتره يمكن 4 أو 5 سنين على شاشه ال بي سي. في اي اعمال جديده ممكن تنعرض كمان قريبا لابراهيم مرعشلي؟ الاعمال اللي بعد ما كتبناها انا ما بشوفها بالمدى القريب، بعتقد بدها بعد شي 5 6 سنين. بس في عمل كتير حلو كان عم يحضره ابراهيم مرعشلي، هيدا اول واحد ان شاء الله عم فكر اشتغل عليه يعني. بعتقد انه في حيره، يعني اي شخص محلك لما بده يقع بحيره باي عمل بده يبلش باي عمل بده يطرحه. كتار كتار كتير قد ايه هون عن جد بنرجع لموضوع المسؤوليه الملقاه على عاتقك، التحدي اللي بدك تواجهيه والصعوبات يلي ممكن كمان تواجهيها، هون كيف بتتسلح لما مرعشلي؟ بعائلتي يعني امي الله يخلي لي اياها، طب ما هي واكبت ابراهيم مرعشلي من بدايته وكانت تشاركه بكل اعماله ورا الكواليس، يعني هي كان بي كان يقعد ويقرا للناس ويشوف ردة فعلها، لانه كان مؤمن انه رح تكون اول شخص يقول له بكل صراحه اذا هذا الشيء حلو ولا لا، ومش رح تجامله. وساعدته كثير، فبعتقد هي اول شخص بياخذ هذا القرار. وبيرجع بعدين في انا واختي لانه نحن اكيد انه مش رح نعمل اي شيء يسيء لابراهيم مرعشلي، هيدي المشاورة بيناتنا بعتقد رح ناخد أحسن حل لحتى نعمل هيدا المسلسل. ماما ليك السيما. واو عم ترسم سيما. ايه شطيرة كتير بالرسم. سيما لما بتكبري شو بدك تصيري؟ بدك تمثلي مثل مامي ومثل جدو؟ شو حابة تصيري لما تكبري؟ بامي دكتور نكست تايم. هي بدها تعمل دكتور نكست تايم يعني لما نكبر. ودكتور شو بدك تعملي؟ شو بدك تعملي دكتور لايك دكتور فادي؟ يا ايه دكتور للولاد. دكتور يا الله. ماما جيبيني كادو. ماما هلا جيبيني كادو. احلى كادو رح تجيبيني. هلا صاروا كم كادو صاروا هلا؟ 4. ماما انت ما حترجعي، اوعى ترجعي على البيت بلا كادو. والله بعتقد كادو لازم يكون من القلب. يعني انا عم بدي يكونوا كادوتين لسيما ولالين كمان، احسن من الغيره بعدين. ونحن حصلنا على احلى كادوتين لما مرعشلي وسيما. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. يحملك اياهم يا لما، وان شاء الله ازدهار وتوفيق وانتشار ونجاح اكثر واكثر. الله يرضى. يا هلا يا هلا. مشاهدينا فاصل اعلاني، بنقول بريك سيما انا وياك. قولي بريك. نقول بريك. باي بريك. باي باي.